لا 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 يا أخي، بغينا أحسن بس يلا شيك والله. بنتو الجار جايب حارس مبدع بكاس العالم، مين الجار؟ جايب بونو نادي الهلال صراحة، هو منافسي. أيوة جايب بونو، بونو هذا اللي وقف هنا في نهاية كأس الملك. بنتو كويس. طيب نبغى ديرسون، نبغى واحد كذا يوقف مع يعني بونو. لا بعيدا عن كل شيء يا عاصم، ركلات الجزاء، نادي النصر منحوس بركلات الجزاء، نبي حارس يصد صراحة. هذا مستقبل بس ما ندري، وضع ضبابي يعني. السنة هذه استدعي فقط للنادي المنتخب البرازيلي. انت جيتوا إصابة، احنا ما ندري، لا يكون مغشوشين ولا شيء. لكن تفاءل خير، تفاءل خير، تفاءل خير، شكرا الله. لكن وش مسوي نادي الاتحاد؟ يا مبروك، خيرا. ما بغيتوا تجيبون جناح؟ اخيرا يعني نادي الاتحاد ما بغيتوا يا ملينا ملينا عمق عمق عمق. اخيرا فكرت بالطرف، اخيرا اخيرا طلع مرايه للسياره عشان يكون في امان. بس الحين جابوا مرايه يسار، باقي مرايه يمين. شا اشتغل يا الاتحاد، ظبطوا بنزيمة. ما نبي ندري انه متحكم بصب، ما نبي اسطب ايسر وبس، صلح الاسطب الايمن. نعم، كل ما يتعلق في حارس النصر الجديد وكل ما يتعلق في الجناح الايسر والايمن ايضا موسى ديابي، كل هذا في برنامج اسست العظيم. قبل لا نبدا ثلاث اشياء: الاشتراك، اللايك، اكتب اي شيء بالتعليق ووزع للمهتمين. وبسم الله يلا نبدا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم جميعا، أسعد الله أوقاتك يا عبد الرحمن. حي الله عاصم. قبل لا نبدأ اللايك، اللايك 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 أهم شيء، أرجوكم أرجوكم اللايك، اللايك يقترح المقطع، يضبط المقطع، يزيد المشاهدات. والرابط الأول منصة إحسان، ادخل تبرع لك بأي حالة وارجع تابع. المعادلة، لا ننسى معادلتنا، مليون مشترك يساوي وجه عبد الرحمن. يا اخي انت خليتني معادله بعد. مليون مشترك يساوي وجه الله. عبد الرحمن لا ننسى. يا الله بكل حلقه بتقولها يا عاصم. خلنا نخش في العميق. لا عندنا صفقه للنصر جنني، بنتو وموسى ديابي. نبدا بايش؟ نبي نبدا بالحارس بنتو، بحكم ان الصفقه تمت قبل اللاعب ديابي شوي. طيب نبدا؟ نبدا يلا خش. بسم الله الحارس بنتو. طيب خش بالعميق وحلقة مختصرة يا عبد الرحمن. عاصم هل الحارس مقلق؟ صغير سن؟ مو صغير، 25 25 بس إن لا خبراته يا عاصم، الحارس ترى يعطيك إلى 40 لكن خبراته يا عاصم. هو صح الدوري البرازيلي، صح الحارس غير الدوري البرازيلي، وبادي مسيرته كلاعب كرة قدم من سنة 2020، استدعي تقريبا في السنة الماضية والسنة هذه خلنا نقول مع المنتخب البرازيلي شارك. هل هذا الشيء مقلق لجمهور نادي النصر؟ هي شوف تحتمل مقلق وغير مقلق، هذا اللاعب يحتمل مقلق وغير مقلق. وضح لي. بسم الله. اللاعب البرازيلي الموعود على طول ياخذ طيارة ويروح الفريق الكبير، معروف هذه في البرازيل فقط. تذكر نيمار من البرازيل إلى برشلونة، فينيسيوس من البرازيل إلى برشلونة، كاسيميرو من البرازيل الى برشلونه، ريال مدريد قصدي، الى اي الى ريال الى ريال مدريد. انا يعني انه من 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 الطياره من البرازيل طياره على الفريق الكبير، صح؟ جامع البرازيل كذا. فينيسيوس اي نفس الفكره. اي انت لما تتكلم ان اللاعب البرازيلي هو اللاعب المؤهل في العالم انه ياخذ تيكت ويطير على الفريق الكبير، نعم، لانه اللاعب البرازيلي مهد كره القدم. حارس نفس هذا ترى بياخذ طياره بيروح لفريق كبير في اوروبا، بس انه غير الاتجاه وراح للنصر. نعم هو في بوادر انه يكون حارس ممتاز، نعم، لكن خذ، هل النصر كنادي مؤهل انه يستقبل لاعبين من البرازيليين في بدايه المسيره لتفجير انفسهم على مستوى المسيره الكرويه في هذا الوقت؟ لو ناخذها في اشياء نعم تعطي بوادر، وفي اشياء تقول لا. اول شيء لا، الفريق ما عنده الموسم الماضي الا مثلا البطوله العربيه، في شكوك خلينا نقول حول الاداره، يعني قصدي انه تغيرت اداره، ما في يعني خلينا نقول استدامه في وضع النصر. خلينا نقول بغض النظر غير المقلق، المشروع السعودي لا يستقبل من البرازيل كذا دايركت، لكن احنا نجرب، ممكن يكون هو التجربه. لكن خلينا من هذه،
الأشياء اللي تعطيك بوادر إيجابية في لاعبين كبار كريستيانو رونالدو، هذا بحد ذاته إنه شيء يعطيك بادرة. في لاعبين أيضا كبار لو نأخذها على مستوى إنه بروزوفيتش وتافي وحتى اللاعب برازيلي يعني يجيد اللغة الإسبانية، في لاعبين إسبان فلاعب هيتأقلم، واللاعب البرازيلي كبيئة مناسب للدوري السعودي، نعرف إنه لاعبين برازيليين كثير جوا للدوري السعودي قبل المشروع، أكثر لاعب بيبرز اللاعب البرازيلي. ففي بوادر نعم، فأنا أقول لك أنه يحتمل القلق ويحتمل غير القلق، لكن كصفقة نتفائل؟ إيه نعم تفائل، لا تتشائم لأنه في شيء بوادر تفاؤل، حتى لو يتشائم ترى في بوادر تشاؤم، فهذا اللاعب معطي ضوء أخضر وضوء أحمر كلها. إيش رأيك كلامي؟ طيب إيش رأيك بالشخص اللي يقول يا أخي العقلية البرازيلية ما هي مطمئنة؟ ليش؟ تطلع من البرازيل من نادي عادي تجي للنصر وفلوس واسم في هذا النادي، ممكن انه عقليه خلينا نقول اللاعب البرازيلي ولها امثله عديده تمام تاثر على هذا اللاعب. شو رايك بدايه مسيرته؟ لاعب برازيلي ذكي، متى يبدا يحوس بالعقليه؟ اذا وصل للهرم. نيمار كانت عقليته كذا سيئه؟ لا، بس يوم وصل الهرم صارت عقليته سيئه. لو نقول مثلا نيمار مثلا، كل واحد وجهة نظره، ممكن نيمار يقول انه يرى انه عقليته ممتازه، فهمت؟ فقضيه اللاعب البرازيلي في البدايات لا، ما يظهر لك جانب العقليه، لكن اعتقد ان هذه ضوء اخضر وضوء احمر، تفائل وتشاعم كيفك، ممكن ينفجر وممكن، لكن كامكانيات حارس ممتاز، والدليل على ذلك انه في انديه في اوروبا تنافس عليه، وكان هو بيقص تيكت بيروح لاوروبا لنادي كبير، بس انه لف يعني الشعر. يعني باختصار تشوفها صفقة ناجحة؟ ناجحة، ولكن نجاحها يعتمد على عوامل من ضمنها قلتها عبد الرحمن. وش لا بشكل الآن بشكل لا خلاص قلتها بشكل مختصر يا أخي، قلتها إذا كانت الإدارة تكون مستدامة، وإذا كان كريستيانو والمجموعة اللاعبين راح تساعد اللاعب، لأنه ترى دائما أي لاعب يجي ترى اللاعب الآخر له دور، مو دوره في الملعب، في دور أني أنجح لاعب آخر وأعطيه ثقة. يا أخي خذ اللاعب ميشيل، قال إني استفدت من ماركو صح ولا لا؟ فماركو ساعد ميشيل، اللاعب يساعد الثاني، عملية الحلقة. فأنا أقول لك إنه نجاحه يرتبط بأشياء كثيرة. هذا اللاعب حارس الأهم لا يضغط عليه الجمهور، ترى هو لسه في البدايات. الهلال لو يضغط على بونو يحق له يضغط، لأنه وصل للهرم إنه يصل للنصف نهائي كأس العالم ويشيل للمغرب، لكن هذا وش سوى؟ فهمت القضية؟ لا أصبر يا جمهور علي، فهمت؟ شفت أنا أقول لك ضوء أحمر وضوء أخضر، قلت اللي عندي. وضح عبد الرحمن في سؤال بخصوص الحارس؟ وضح بسم الله. طيب موسى ديابي، الآن أنت قلبت الموجة من الرياض اتجهت إلى جدة اتحاد. طيب كيف يفوز كل نادي؟ وضح أي نادي بشكل عام كرة القدم، طبق حالات كرة القدم الثلاث، دافع بالاشتراك وهاجم باللايك وتحول بالشير، هذا براند القناة، هذا براند اسيست عليك ما تنسى. طيب موسى ديابي، الاتحاد الآن مثل ما قلت في الفقرة التشويقية صلح الاسطب الايسر بقى الاسطب الايمن. جميل. اللاعب هذا يا عاصم انت تكلمت في السناب انه هذا اللاعب في التيك توك ايضا، في تيك توك برضه، يلا ضيفوه على تيك توك ضيفوه على سناب. طيب تكلمت عن هذا اللاعب انه لاعب صراحه يفيد، ليش؟ انه مرات يتحول كلاعب جناح ايمن، هو اصلا هو جناح ايمن كاساس، مرات يلعب كجناح ايسر. وخلينا من هذا الرحمن، الاتحاد بنزيما، تمام الاتحاد بنزيما لازم تجرب جناح، بنزيما يبغى جناح، لاعب اصلا كاركتر اللاعب يبي 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 يسوي اتصال مع جناح، ستايل اللاعب يبغى جناح. في بعض المهاجمين فعلا يحتاج جناح، وفي بعض المهاجمين لا يحتاج كرة هوائية بغض النظر مع مين جاية، وفي بعض المهاجمين يحتاج ممرر. لا بنزيما الحاجة الفعلية الاولى لجناح، فهمت؟ لما تقول احتياج بنزيما يقول لك انا اول شيء ابي جناح. يا اخي خذ يوم كان كريستيانو جناح، شوف الانفجار كريستيانو وشوف انفجار بنزيما على مستوى المستوى التكتيكي، اترك الاهداف بس كيف خدمته للمجموعه. في هدف
أبعلمك دور بنزيمة ودور الجناح. كريستيانو كان جناح مع ريال مدريد وكان بنزيمة هو المهاجم. في هدف مرة سجله كريستيانو على برشلونة يا أخي 99 من الهدف بنزيمة تحرك. قصدك اللي بالكعب؟ اللي بالكعب يا سلام. حتى مودريتش شفت ذكاء اللاعب مودريتش في هذه اللقطة قال أنت يا بنزيمة أنت سبب الهدف. لما مودريتش يروح يقول أنت يا بنزيمة السبب وش معناه؟ يعني ما قال كريستيانو، لأنه هو واعي، فكان هو ينجح الجناح، يحتاج جناح لأنه بنزيمة يصلح. هو كان يقول أنا أصلح لك الجناح وأنت تصلح لي. وأيضا على آخر مسيرته لما لعب مع فينيسيوس انتقلت الآية، فينيسيوس يساعد بنزيمة يحتاج جناح سواء يساعده ونتساعد. وحتى يا عاصم بعضهم يقول يا أخي محظوظ فينيسيوس أنه بدأ مسيرته مع اللاعب بنزيمة. نعم تتفق مع الكلام. شوف بنزيمة لما تأخذ تركيبة هذا اللاعب اترك عقلية اللاعب، أنا ما علي من عقلية، أتكلم عن جو الملعب واللي يقدمه فنيا. بنزيمة من أكثر المهاجمين في كرة القدم وعيا تكتيكيا، وعي تكتيكي يا أخي فعلا. المهاجم دائما أهم شيء يوقف في الصندوق صح؟ يعرف يوقف وين، يكون عنده حس. لا بنزيمة عنده حس في كل الملعب، مهاجم عنده حس في كل الملعب. في الحالة الدفاعية يعرف وين يوقف، في حالة الهجمة المرتدة يعرف وين يوقف، في حالة الضغط من الأمام يعرف وين يوقف. يعني لاعب فعلا أكثر مهاجم مرعب على المستوى التكتيكي وفهم كرة القدم، بعيدا عن التسجيل ووظيفة المهاجم. لكن احنا نقول نرجع للاعب، قضية نجاحه تعتمد على بنزيمة متى ما كان تواصله جيد مع بنزيمة خارج الملعب، لأنه راح يجر للاعب أنه يتواصل جوا الملعب. هو يا عاصم اللاعب فرنسي مواليد 99، يعني الآن عمره 25 سنة، لاعب أكيد في عمر النضج. البعض يشيد أنه هذا اللاعب ظهر من أكاديمية صراحة لها اسمها بأوروبا، أكاديمية باريس سان جيرمان، وبدأ اللعب كلاعب محترف في 2018، طلع من الأكاديمية لعب مع نادي باريس سان جيرمان حتى 2019. ممتاز. بعدها راح بالنظام الإعارة إلى فريق كروتوني، بعدين لما رجع من الإعارة انتقل إلى بايرن ليفركوزن إيه في سنة 2019 إلى 2022. الموسم الماضي نافس عليه النصر. إيه فوين راح؟ بعضهم قال خلاص وقع مع نادي النصر. أستون فيلا. أستون فيلا أذكر طلع أنا خبر إنه أستون فيلا راح يمددون معاه توقع إلى سنة 28. نعم اللاعب شوف ميزة اللاعب إنه راح للدوري الإنجليزي أكثر دوري بدنيا قوي، يستمر في اللاعب الأساسي ويأخذ دقائق ممتازة ولاعب بدنيا فت. تمام هذه نقطة. النقطة الثانية خذ الأرقام، مزيج بين الصناعة والتهديف، فجناح يساعدك على مستوى التشكيل. يعني المدرب يعني مبسوط بنوعية جناح زي كذا، يعني راح يساعده. في بعض اللاعبين صعب انك توظف ولازم تحتوي تفكر كثير، لا هو جناح اصلا فريش. فقضية اللاعب هذا في بنزيمة، تواصل جيد خارج الملعب سيقود الى تواصل جيد جوا الملعب، حينفجر اللاعب. فقضية هذا الجناح في قضية بنزيمة، بعدين نقول الأوضاع التكتيكية والتشريح الجسماني للفريق والتشريح الخططي وأيضا الظهير اللي بيلعب معاه. لكن هو جناح يخدمك على مستوى كل شيء، لما يفتح للداخل للخارج، لما يفتح للداخل فهو جناح. هو يا عاصم في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي لعب 38 مباراة سجل 6 أهداف، ترى تتكلم عن دوري إنجليزي، 38 مباراة سجل 6 أهداف صنع 8 أهداف، ولعب من الثمانية أو خلنا نقول لعب من 38 مباراة 25 مباراة كأساسي. رقم ممتاز كدوري إنجليزي ونادي مثل أستون فيلا. حتى أستون فيلا يوم يجلب اللاعب هو ما كان يبغى يضع هذا اللاعب كخيار أساسي بيستند عليه. يعني حتى لاحظ أن النادي يبغى يجدد معاه لأنه يدري أنه راح ينفجر الموسم. يعني في بوادر أنه تتحسن هذه الأرقام على مستوى المواسم. فقضية هذا اللاعب على الأقل جناح حقيقي فعلا، وواضح أنه من اختيار كريم بنزيمة. واضح واضح أنه من اختيار كريم بنزيمة توقع. إيه بس أحسن الاختيار أحسن. إننا نقف أنه لما بنزيمة يتحكم، بس يتحكم فيه خيارات، إننا نقول أصبر. وحنا تكلمنا عن وضع الاتحاد، رجع للحلقة السابقة كانت عن الاتحاد،
لكن هذا اللاعب يعني يلا يا بنزيما. طيب هل هذا اللاعب يحتاج ظهير ايسر انه عشان تكتمل المنظومه؟ ظهير ايمن. ظهير ايمن، ظهير ايمن، ظهير ايسر. عاد وضع الاتحاد على مستوى الاظهره مقلق، يعني معاذ فقيه بيكون ايسر يعني خلاص انتهى الموضوع. يعني الايمن مين اللي راح يلعب ظهير ايمن؟ هذه ترجع للمدرب، لكن هو الاهم. احنا خلينا من الاهم هنا 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 هنا. لا بنزيما يحتاج جناح ولا جناحين كعادي يعني يستند على جناح واحد؟ هذه مشكلة. بنزيما يبغى يجيب الفيش، يعني اشرح لك يعني بايش يا عبد الرحمن، يبغى يجيب فيش يشبك مع جناح. بنزيما دائما يبغى يسوي كذا جملة مع جناح كجمل تكتيكية، فواضح ان يعني انت يعني تراهن على هذا اللاعب نادي الاتحاد بناء على معطيات وش اراهن عليه بناء على هذا شرحت عبد الرحمن. خلاص في سؤال عن اللاعب. عاصم يقول هذا اللاعب هو بنزيما راح يكون في تناغم الموسم لا الفيه. ما اقول انه هذا الرهان، انه رهانهم على هذا. تواصل جيد خارج الملعب سيقود الى تواصل جيد داخل الملعب، وبنزيما اذا قرر صار فيه بينهم تمام كل شيء له. ما في ما انت ما تضمن اي لاعب ينجح. ميسي ممكن يجي للاتحاد يفشل. جميل. طيب سؤال الحلقه، سؤال للنصراويه. أبسأل سؤال للنصراوية، سؤال مقلق، وأتمنى أنك عبد الرحمن تضع هذا السؤال كشورت. ما هي قضية لاعبين النصر والإصابات؟ الحارس أصلاً أتى أعتقد كمسيرة ما عمره أصيب، يأتي إصابة. حارس دائماً نادر إصابة. وش سالفة الوضع في نادي النصر إصابات؟ وش سالفة نادي النصر مع الإصابات؟ هنا السؤال. هذا الحارس طيب أصاب بيرجع. لا رجع يا النصراوي، هذه رسالة لكم مع سؤال. هل مع أول طاعة حتدمرون اللاعب ولا لا؟ لأن هذا ترى بوادر أنه يخطي، أنه في البدايات. فأنا أقول السؤال، حتصبرون عليه حتى لو أخطأ ولا لا؟ ولا مع أول خطأ مع الشتوية باي باي؟ هذا أتمنى أنه ينتشر المقطع إن شاء الله بالتيك توك، لأنه فعلا يحكي قصة بنته. طيب أنا بسأل الاتحادي، إلى الآن راضي عن الصفقات اللي تمت وراضي عن مدرب النادي؟ وهل تشوف، سألت هذا السؤال هل تشوف الحلقة الماضية، هل تشوف أعجبني سؤال، هل تشوف موسى ديابي تتفق مع عاصم أنه من أسرار نجاحه تواجد اللاعب كريم بنزيما ولا لا؟ صغ لي السؤال بصيغة أقوى. أنا بصيغة لك، موسى ديابي الآن أتى لنادي الاتحاد من اختيار كريم بنزيما نقول مثلا، ما هي معطيات نجاح هذا اللاعب وجهة نظرك؟ كيف بينجح؟ اللاعب ملغم، لاعب صغير 25 سنة جايك من استون فيلا على طول جايك، هو واعد في أوروبا، بنزيما وضغط. هل اللاعب مع الأسماء اللي جلبها نادي الاتحاد حتساعد اللاعب ولا لا؟ وهل الاتحاد يجلب جناح آخر ولا يكتفي بهذا الجناح؟ هذا سؤال الاتحاد. الله يعطيك العافية عاصم، شكرا لك مستمعين. شكرا لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والسلام عليكم.